الفن هو تسجيل للحظات موجودة في حياة الإنسان لتاريخ يعني تسجيلنا للتراث وتسجيلنا للفولكلور وتسجيلنا للحياة اليومية لأي شعب من الشعوب كله الفنان هو اللي يصلح يسجل هالأشياء ولدت ثريا البقسمي وأختها التوأم في المستشفى الأمريكاني في الكويت عام 1951. كان جدها باني هذا المستشفى مهندساً معمارياً يعود أصله إلى مدينة أصفهان في إيران. كانت ثريا تتبع جدها إلى مكان عمله في صغرها وتجمع قطع الموزاييك الملونة التي تسقط على الأرض لتصنع منها أولى أعمالها الفنية. أنا رحلتي مع التغرب بدأت في سن مبكرة جداً. وجودي في لبنان أثر مخيلتي من ناحية أن عشت 3 سنوات في وسط الطبيعة الجميلة، يعرفون الطبيعة في لبنان وكم هي ساحرة. هذا أثر علي حبي للألوان، للنباتات، كل هذا كان يعني أنعش روحي من ناحية تعرفي على جمال الطبيعة اللي كانت بشكل مثل ما تعرفون هي مفقودة عندنا. في عام 1958 اندلعت حرب أهلية في لبنان أدت إلى عودتها مع إخوتها إلى الكويت. وأقمت أول معرض شخصي لي في متحف الكويت سنة 71، وكانت أعمال متواضعة جداً، لكن في ذاك المرحلة وككل الفنانين في بداياتهم كنت أعتقد أني عظيمة. حصلت ثريا على منحة دراسية لدراسة الفنون والتحقت بكلية الفنون الجميلة في الزمالك بالقاهرة. الدراسة الفنية هي حلمي، وكانت حلم وكانت إصرار، وحصلت على منحة دراسية في القاهرة، درست بكلية الفنون الجميلة، دخلت قسم التصوير، وعندها لم أكن أعرف بأني ممكن أكون حفارة أكثر مني مصورة. دعيت بعد ذلك إلى مهرجان الشبيبة العالمي في برلين
سنة 1973، حيث وقعت في حب زوجها ذي الميول اليسارية، ثم تبعته إلى موسكو. ذهبت إلى موسكو، وهناك لجنة المستعرضة ورسوماتي قالوا لي لا جرافيك. 7 سنوات قضيتها في الاتحاد السوفيتي في موسكو، تعلمت الانضباط. طبعا هي حياة يعني كانت قريبة، مو أقدر أقول حياة الجندي المجند لعمل فني، لكن الانضباط في موسكو أو في خلال وجودي في الكلية خلق داخلي أيضا إحساس جديد باحترام ما أعمله. بعد التخرج عشت 4 سنوات في السنغال ونصف عام في زائر، ومرحلة أفريقيا فجرت داخلي الإحساس البدائي أو الفطري اللي انصب في مجموعة من أعمالي بعد ذلك، وبدأ يبرز بطريقة يعني واضحة جدا. كان تعيش 4 سنوات في مجتمع متأثر بالرمز وبالسحر وبالشعوذة وبالغموض وبالموروث الأفريقي الغني جدا بالإحساس القبلي، هذا أثر بشكل كبير على إنتاجي الفني، وبدأت كثير من رسوماتي تتحرر من الأسلوب المدرسة السوفيتية أو المدرسة الروسية، بدأت تتحرر من الكلاسيكية، بدأت أكون شخصيتي كفنانة. وين يا ديرة العشاق، وين يا ديرة أحبابي. عام 1984 عادت ثريا إلى بلدها الكويت مع عائلتها بعد 15 عاماً من العيش في الخارج. كانت هذه أكثر الفترات نشاطاً من حياة ثريا المهنية، حيث عملت فيها كصحفية وكرسامة في مجلة العربي، وافتتحت غاليري فني. كان في تحقيق لحلمي بإني أخدم هذه الناحية، وأنه لا يظل الكتاب العربي للأسف الشديد أو الكتب الأدبية تشبه في بعض الأحيان دليل التليفون، ما في اهتمام بوجود رسوم داخلية لكتب الشعر، ما في اهتمام بأن الكتاب يكون جميل ويكون نافذة حية من خلاله ممكن أن الكاتب يعني يجذب القارئ ويعطيه صورة أن يكون في لغة بين الفن والأدب. حلت ثريا خلال هذه الحقبة ضيفة على العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، مما جعلها شخصية مشهورة في المجتمع الكويتي. وكان بن عريعر يطلع قنص يصيد ضب، صاد 15 ضب، المكان اللي صاد فيهم مجموعة الضبابة هذه بنا قلعة هناك. في نهاية الثمانينات نفذت الفنانة عملين تظهر فيهما غيمة سوداء، وكانا بمثابة نبوءة لحدث سيء يلوح في الأفق. عام 1990 اجتاحت القوات العراقية الكويت بشكل مفاجئ، وكان ذلك حدثاً صادماً لثريا وعائلتها، فاتخذت مع زوجها القرار بالبقاء في الكويت، وكان قراراً بطولياً تبعته الكثير من المسؤوليات والأعباء الثقيلة. جانب الخوف تغلبنا عليه بهالطريقة،
ان انا حولت البيت الى مرسم مفتوح، وكنا يوميا في حدود الخمس او ست ساعات نرسم بشكل جماعي انا وبناتي. وطبعا انا كنت اسوي كنت ارسم لان هذا شغلي يعني، نعم فنان تشكيليه يعني، هذا من صميم عملي، وهم انسجموا في الجو هذا. والرسم كان يقتل الوقت ويقتل الملل اللي احنا كنا عايشين فيه ويقتل التوتر النفسي. وتصور منظرنا كنا نرسم مره واحده يبتدي القصف وتبتدي شو اسمه غارات ما ادري شنو، المهم كنا نهد كل اللي في ايدنا وننزل بالسرداب، ولما ينتهي كل شيء نرجع نرسم. طبعا في البدايه رسمت مجموعه كبيره من اللوحات كانت كلها رمزيه، هي رموز وكلها اسقاطات على اللي قاعد يصير. ما كنت اقدر ارسم بشكل مباشر لان كانت قضايا التفتيش البيوت، يعني ممكن اجني على اسرتي عشان لوحه، فكنت جدا حذر في العمليه. بعدين بعتها بعدين لما صار الهجوم الجوي قررت لا، ان اعبر بشكل علني واترك الرمزيه واقعد يعني ارسم شعوري بصدق ومثل ما أنا يعني حسيت فيه. فرسمت مجموعة من الأعمال اللي هي تمثل التعذيب والمعاناة اللي مروا فيها، الاعتقال، القتل، الاغتيالات، هذه كلها. أنا قمت بتجربة يعني كانت بالنسبة لي جديدة، لكن أعتقد فيها شيء من الطرافة. لما شفت الجنود العراقيين في منزل كويتي قاعد يعني تحت الإنشاء، وفي حجر جميل جدا من الحجر الأردني اللي هو الرملي، الجنود كانوا يأخذون هذا الحجر ويسوون منه خنادق أو يسوون منه الشت الأماكن اللي هم ينخشون فيها اللي خايفين فيها من عنبوش. فأنا خذيت مجموعة من هذه الأحجار زين ورسمت عليها، وبعدها قمت بنحت أجزاء منها، و يعني أنا هي شبه منحوتات أعتز فيها جدا لأن لها ذكرى يعني بالنسبة لي. أنا استخدمتها أعتقد في المستقبل يمكن صاحب هذا البيت راح أهديه واحدة من الأحجار هذه. أسر زوجها قبل انتهاء الحرب، لكن لحسن الحظ أطلق سراحه من سجن العدو. في منتصف التسعينات عاد الشغف بالحياة إلى عمل ثريا، فعادت معه شخصيات عوالمها الخيالية بكثافة. في هذا الوقت رسمت ثريا أولى لوحاتها التي تظهر فيها شخصيات بلون تركوازي، وكانت تلك الحقبة التركوازية. أحست ثريا بالتزامها بقضايا حقوق المرأة من خلال مشاركتها في المظاهرات الداعمة لهذه الحقوق، ومن خلال أعمالها التي وثقت هذا الكفاح. بعد تقاعدها في عام 2000 وظفت ثريا وقتها للمشاركة في ملتقيات فنية في مدن عدة حول العالم، وبالأخص في أوروبا الشرقية، حيث أعادت الاتصال مع ماضيها في روسيا. بدأت المرحلة الحمراء، فأحست الفنانة بالحاجة إلى روح شبابية تزين لوحاتها، وكان الأحمر بقوته وحضوره الخيار الأول لاستحضار هذه الطاقة النقية في اللوحات. لوحة توقظني تشدني من حميمية سريري، من دفء الأغطية وحفيف الشراشف، تشتعل لهفتي لاقتحام بياض ورقة
لفرشات مغموسة في ماء عكرته ألوان البارحة، خطوط تشكل وجه أنثى، شحوبها يصدمني، أمطرها بلون أحمر يضج مرسمي بصخب اللون، أمارس طقوسي في جموح عاشقة ركضت حافية في دهاليز قلبي. خدا نگهدار.